بسم الله أبو روح قدس إله واحد أمين النهاردة يوم 16 أبيب والتذكار بتاع النهاردة القرايات مترتبة عليه وتذكار أحد القديسين اسمه قديس يوحنا صاحب الإنجيل الذهب الحقيقة نحب أن احنا قبل ما نتكلم عن القرايات ندي فكرة عن هذا القديس لأنه ليه قصة لطيفة هو كان إنسان من روما عايش في روما من عيلة غنية وفي يوم يعني طلب من والده كان عنده انجيل فطلب من والده انه يجلده له بالذهب ولانهم كانوا ناس أغنية فجلدوا فعلا بالذهب وفي مره كان احد الرهبان معدي على بيزور يعني البيت دوت فتعلقت نفسه بالرهبنه وطلب انه يترهبن ولكن الراهب يعني اللي كان موجود قال له يعني ان الرهبنه صعب عليك و و وان انت يعني عايش حياه يعني مرفهه او مترفه فمش هيبقى سهل انك تعيش في الرهبنه لكن هو كان عنده عزم شديد انه يعيش راهب وفعلا طلع وراح خد مركب وراح احد الاديره وبرضه رئيس الدير شاف انه يعني ممكن يبقى صعب عليه موضوع انه يترهبن دوت ولكن هو اصر وفعلا ابتدى يبان قد ايه انسان يعني سالك بتقوى المهم انه بقى بينمو في النعمة بشكل واضح لحد لما جه في وقت ربنا كده ظهر له في رؤية وقال له انه انزل انت نيحتك يعني قدامك يعني شوية وقت لكن انزل عشان تشوف والديك مره واثنين وثلاثه يشوف الرؤيا ديت فاستشار رئيس الدير كاب اعترف ليه فقال له انزل فراح و... راحش على طول على والديه لكن راح قعد في عشه جنب ال... البيت بتاعهم او القصر بتاعهم فكان طبعا هو انسان ناسك جدا فلابس ملابس بسيطه جدا لدرجه انه يعني يكاد يكون الناس كانت بتشمئز منه و وفي نفس الوقت كان اكله من الفضلات اللي باقيه من بيت والده. وفضل على الحكايه دي حوالي ثلاث سنين وقبل ما يتنيح بقى باسبوع راح نده والدته، هي طبعا ما تعرفش ان, إن ده ابنها، مش ممكن تتخيل شكله هي هو اختفى ومش عارفين راح فين وكده. فلما لما اتقابلت معاه فقال لها انا هطلب منك طلب انا هموت وعايز ادفن في المكان دوت اللي فيه العشه ديت وباللبس اللي انا لابسه اللبس الرث دوت او اللبس القديم البالي دوت ف له طيب ماشي ووداها الانجيل بتاعه هديه فخدت الانجيل وما فكرتش لما بابا رجع البيت وشاف الانجيل وحكت له الحكايه وراته الانجيل عرف الانجيل قال ده الانجيل بتاع يوحنا ابننا فراحوا طالعين بسرعه رايحين للراهب اللي قاعد بره دوت وقالوا له انت ايه حكايتك ده الانجيل ده بتاع ابننا انت تعرفه انت شفته فصرحهم بان هو ابنهم فطبعا تاثروا جدا وثلاث ايام واتنيح فقررت والدته انها تلبسه لبس اللي كان هيلبسه وقت اللي كانت جايبه له عشان يبقى يوم اكليله وهتعمل له جنازه كبيره وكده فمرضت مرض شديد وافتكرت انه تعهدها انها تدفنه في المكان اللي هو فيه باللبس اللي هو لبسه وفعلا حصل هذا الكلام قصه يعني ل ل ل لواحد عاش حياه حلوه مع ربنا وربنا اعلمه ب ب ب بوقت انتقاله وعاش في نسك شديد كل ايامه التذكار زي ما بقول لكم بتاع القديس يوحنا صاحب الانجيل الذهب هو اللي مترتب عليه قراءات اليوم وعشان كده نلاقي انه القراءات كلها من انجيل يوحنا وهتلاقوا برضو انه نفس التذكار بتاع يعني القراءات اللي بتتقال للقديس يوحنا لنياحه القديس يوحنا الانجيلي يبقى القراءات بتاعت النهارده ماشيه مع القديس يوحنا صاحب الانجيل الذهب ومترتبه اصلا قراءه محاله يعني متاخده من قرايه التذكار بتاع يوم نياحة القديس يوحنا الانجيل. القراءات بتاعت النهارده كلها الاناجيل بقى العشيه وباكر و والقداس من من بشاره القديس يوحنا زي مثلا قبل كده لما كان يبقى بشاره القديس مرقص يبقى الاناجيل كلها من انجيل مرقص. هنا لانه القراءات ال 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 مترتبه على القديس يوحنا الانجيلي فالقراءات فصول ال ال الاناجيل كلها من انجيل يوحنا وبرضه مرتبطه بالقديس يوحنا يعني تلاقي مذكور فيها القديس يوحنا يعني هي من انجيل yeah. يوحنا ومذكور فيها او واقع او قصه او موقف كان فيه القديس يوحنا أه لما نتكلم عن الخط اللي هنتكلم فيه في قراءات النهارده هو التلمذه خط خط التلمذه والكرازه والاثنين مرتبطين ببعض زي ما هنشوف التلمذه هي انه الانسان يبقى تلميذ المسيح احنا نعرف انه كان المسيحيين او اللي بيؤمنوا بالمسيح او بيقبلوا الايمان بالمسيح كانوا بيتسموا كلهم تلاميذ وفي وقت من الاوقات في انطاكيا في مدينه انطاكيا اتسمى التلاميذ مسيحيين ودعيت تلاميذ مسيحيين في انطاكيا اولا دعية التلاميذ في مسيحيين في أنطاكيا أولا يعني يبقى أول مرة تطلق كلمة مسيحيين دي أو مسيحي اتقالت في مدينة أنطاكيا واتقالت على اللي أمنوا بالمسيح اللي كان اسمهم أصلا تلاميذ إذا المسيحي تلميذ المسيحي تلميذ للمسيح يتبع المسيح تبعية كاملة ويكرز باسم المسيح لأنه تابع لي أنا ماشي ورا المسيح فبشاور للناس على الطريق دوت اللي هو طريق المسيح الآيات بتاعت النهارده هنتكلم فيها ازاي بتوري لنا ازاي نكون تلاميذ يعني كيف نكون تلاميذ للمسيح الانجيل بتاع عشيه وانجيل القداس يقول ايه انجيل عشيه الاول يقول بهذا يتمجد ابي ان تاتوا بثمر كثير فتكونوا تلاميذ فتكونون تلاميذ يبقى ال ال, 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 ال الابي الاب يتمجد لما يكون في ثمر روحي باين في حياتكم فتبقوا تلاميذ لي ويكمل يقول كما احبني ابي كذلك احببتكم انا اثبتوا في محبتي اذا كنتوا عايزين تبقوا تلاميذ لي اثبتوا في محبتي وبعديها يقول هذه وصيتي ان تحبوا بعضكم بعضا كما احببتكم يبقى اذا كنتوا عايزين تكونوا تلاميذ لي لابد انكم تحبوني وتحبوا بعض زي ما الاب احبني وزي ما انا احبتكم اذا اذا كنا عايزين كيف نكون تلاميذ نكون تلاميذ بأن نحيا بالمحبة. المحبة هي أساس التلمذة في المسيحية. لأنه إذا كنت أنا إذا كانت في المسيحية الله محبة فبدون المحبة يبقى الله غير موجود ومش ممكن أكون بتبع ربنا وأنا مش بسلك في المحبة. إذا كيف نكون تلاميذ أولا بالمحبة. وبرضه في نفس الإنجيل يقول: لستم أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم. أنا اخترتكم عشان تكونوا تلاميذي. أنا اخترتكم عشان تكونوا تابعين لي وأطلقكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم وهخليكم كارزين يبقى التلاميذ يبقوا تلاميذ ويكرزهم بالايه؟ بالمسيح تلاميذ ويكرزهم بالمسيح ازاي انهم يعيشوا في المحبة لربنا ويعيشوا لبعضهم البعض انجيل القداس ال برضه يتكلم في اخر انجيل يوحنا خالص اخر انجيل يوحنا نلاقي اللقاء بتاع قديس بطرس مع المسيح بعد الايام لما المسيح يعاتب بطرس اللي انكره ويقول له يا سمعان بن يونا اتحبني اكثر من هؤلاء؟ يقول له نعم يا رب انت تعلم اني احبك فيقول له ارعى خرافي وبعدين ارعى غنمي مرتين. السؤال يساله ثلاث مرات وياخذ الرد ثلاث مرات. بس عشان يقولوا يا سمعون يا سمعان ابن اتحبني اكثر من هؤلاء ارعى غنمي عشان ترعى غنمي لازم تكون بتحبني عشان تكون تلميذ لازم تكون بتحبني وعشان تكرز باسمي وترعى خرافي وترعى غنمي لابد تكون بتحبني إذن انجيل عشيه وانجيل القداس الاثنين بيتكلموا عن المحبه كشرط للتلمذه للمسيح وبالتالي الكرازه باسم المسيح والربط ما بين التلمذه والكرازه نلاقيه في المزامير يعني مزمور العشيه ومزمور في باكر السموات تذيع مجد الله والفلك يخبر بعمل يديه في كل الارض خرجت اقوالهم والى اقطار المسكونه بلغت تعليمهم اهو دي السموات بتذيع بمجد الله والتلاميذ راحوا يكرزوا باسم الايه المسيح في كل الارض خرجت اقوالهم الهم دي تعود على دي نبوة طبعا عن الكرازة بالمسيح اللي تمت عن طريق التلاميذ والرسل أخطار المسكونة بلغت تعليمهم تعليم الرسل اللي أخذوها من المسيح. وبرده المزمور بتاع باكر يقول فاض قلبي كلمة صالحة اقول انا اعمالي انا للملك انسكبت النعمة من شفتيك لذلك باركك الله الى الظهر. طبعا دي نبوة عن المسيح وبعد كده التلاميذ اللي كرزوا باسم الايه؟ اللي باسم المسيح. نلاقي ال ال الايمان شرط ايضا للتلمذة ولتبعية المسيح نلاقي بولس الرسول في رسالة روميا يقول لأن غاية الناموس هي المسيح للبر لكل من يؤمن به وبعدين يقول لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص ولكن كيف يدعون بمن لم يؤمروا به وكيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به وكيف يسمعون بلا وكيف يكرزون إن لم يرسلوا كما هو مكتوب ما أجمل أقدام المبشرين بالخيرات يبقى التلاميذ كان لابد ان هم ياخدوا الكلمه ويوصلوها ولكن كان لابد يكون في ايمان عندهم ويكرزوا بالايمان دوت لكل واحد يقبل الايمان فكيف يؤمنون بلا كارز فصاروا كارزين لكن هم اولا امنوا والغايه بتاعت, الـ الـ بتاعت الكرازه بتاعتهم وغايه الناموس هي المسيح للبر لكل من يؤمن برضو حته ثانية توضحها قرايه الكسوليكون من رساله يوحنا الاولى وبرضو نلاحظ ان الكاثوليكون من يوحنا يقول الذي رايناه وسمعناه نبشركم به نبشركم به التلاميذ شغلتهم انهم يبشروا لكي يكون لكم ايضا شركه معنا واما شركتنا نحن فهي مع الاب وابنه يسوع المسيح احنا لينا شركه احنا تلاميذ للسالوس القدوس تلاميذ للمسيح اما شركتنا نحن فهي مع الاب وابنه يسوع المسيح وايه احنا اللي شفناه كتابعين للمسيح بنخبركم به ليه؟ وهذا ما نكتبه اليكم لكي يكون فرحكم إيه؟ كاملا. يبقى الـ 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 الاختبار يبقى عايزين نكون تلاميذ المسيح اولا المحبه، ثانيا الايمان انا بقول بحسب قرايه النهارده. الاختبار ان في خبره شخصيه انا بكرز بيها. برضو نلاقي في الـ الـ النقطه الرابعه نقطه انكار الذات نلاقيها في قرايه الابراكسيس، في الابراكسيس بطرس ويوحنا شافوا الراجل المقعد اللي على باب الهيكل اللي هو باب الهيكل الجميل وقوموه قالوا ليس لا لا بطرس قال ليس لي فضه ولا ذهب ولكن الذي لي اياه اعطيك باسم يسوع الناصري قوم وايه وامشي فلما الناس تعجبوا جدا فيقول لك ايه لما بطرس لقى تعجب الناس رد على الناس وقال لهم ايها الرجال الاسرائيليون لماذا تتعجبون من هذا؟ ولماذا تشخصون الينا كاننا بقوتنا او تقوانا صنعنا هذا ان جعلنا هذا يمشي انتوا فاكرين مننا احنا كان ممكن بطرس يفرح بانه بيصنع معجزات لكن لهم لا ده مش احنا ده ده مين ده قوه ايه ده قوه ربنا ده ربنا هو اللي ادانا اللي هذه القوه المسيح اللي اتصلب واللي قام هو دوت اللي ايه هو دوت اللي اللي عمل هذه المعجزه ما فكرش في ذاته ولكن فكر في الكرازه وقال نحن في بعد شويه قال ونحن شهود لذلك يبقى عشان اكون تلميذ لابد اكون عندي اختبار للحياه مع ربنا يكون عندي خبره في الحياه مع ربنا يبقى اولا المحبه الايمان آه, ال ال الخبره واخيرا انكار الذات اربع اساسيات عشان الانسان يكون تلميذ وبالتالي كارث باسم المسيح انا تابع لربنا وانا بشهد ليه وبكرز باسمه لالهنا كل مجد وكرامه دائما ابديا امين